في ظل الصراع الانتخابي المحتدم بين القوى السياسية، يحاول المواطن الميساني البحث عن حلول للكثير من الأزمات والمشاكل العالقة منذ سنوات، بعيدا عن قوائم انتخابية أو تحالفات سياسية. أنا أفتش عن الشخص اللي يقدم خدمة للناس بغض النظر عن انتماءه، بغض النظر عن كتلته. إذا هو شخص جاي فعلا بأمانة وإخلاص يقدم خدمة للناس، هو من خلال تواجده في مجلس النواب يلا يقدر يثبت بأنه يقدر يقدم أو ما يقدم. مو هو الآن ينطي شعارات براقة للناس أنا كذا وكذا وكذا، وإذا يوصل هناك يبتعد عن الناس، هذا غير مقبول. ما يهم أي حزب يدخل، المهم أنه يجد العمل، يجد العيش الرغيد الذي يحس به. لذلك طالب معظم المواطنين الميسانيين في الانتخابات أنهم يفكرون ويبحث عن الشخص المناسب في المكان المناسب. علي أن أختار من يمثلني غدا ومن يمثل مدينتي. حين تكون هناك مشكلة عامة في المدينة ألتجئ إلى النائب وأراه حاضر في المدينة كما أراه يمثلني غدا في البرلمان ليحل هذه المشكلة. فيما أكد مراقبون أن القوائم والأسماء هي نفسها وإن تغيرت بعض المسميات، الأمر الذي يدفع المواطن الميساني للبحث عن من يمثله بعيدا عن التخندق الطائفي أو السياسي. من خلال ملاحظتنا للشارع العراقي ورسم خارطة الطريق للانتخابات التي سوف نقبل عليها خلال الفترة القادمة، هناك توجه وهناك مشاركة للناس في الانتخابات، وكل طموح المواطن هو اختيار الشخصيات المستقلة البعيدة عن التحزب والطائفية، حتى لو كانت منتمية هذه إلى كتل معروفة أو غير معروفة. اللي ينهم المواطن هو أن يعيش في بلد استقرار تسوده الألفة والطمأنينة والمحبة والوام، وبالتالي توفير الخدمات لهذا المواطن يطمح عليها بغض النظر عن جنسيته أو عرقه أو دمه أو لونه. وبالتالي يطمح المواطن أن تكون هناك حكومة تكنوقراط مشكلة من هذه الكتل بعد فوزها بالانتخابات، همها الوحيد تلبية ما يرغب به المواطن بعيدا عن التحزب والطائفية. وما بين هذا وذاك يبقى المواطن في حلقة ودوامة البحث لانتقاء الأفضل والمنقذ من واقعه المرير طيلة تلك السنوات التي مضت. من ميسان، سامر العقابي، قناة سامراء الفضائية.